فرسان صاحبة الجلالة، ماذا قالوا عن الفنانة رجاء الجداوي؟ رجاء الجداوي ليست فقط عارضة أزياء وممثلة سينما ونجمة تلفزيون، هي أيضا ممثلة مسرح. شاركت الفنان عادل إمام في الواد سيد الشغال لعدة سنوات باقتدار ميري غضبان. نجحت رجاء الجداوي في إظهار مواهب كانت كامنة في أدائها لتعبر إلى آفاق أوسع مما كانت عليه. نوال البيلي، فرسان الفن الجميل، ماذا قالوا عن رجاء الجداوي؟ انت حلوة يا رجاء لما تهضمي الكلام. سناء جميل، فخالتي كانت عايزة تعمل مني الشيء اللي هي كانت حباه. فصدمتها، عرفت ان انا خدوني اعمل دعاء الكروان. فاتصدمت جدا وقالت لي يلا على امت. انت عامله كنت هتعيطيني؟ لا وحياه ربنا ان انا يعني جبت كل المعلومات دي ازاي؟ قالت لي اصلك الاول كده كنت بترمي الكلام. طريقتها دي طريقتها. قلت لها بدمي ازاي يعني؟ قالت لي ما اعرفش، كنت بتبقى حاسه انك حاطه الجمل وتروحي قايلاهم قدام الكاميرا على طول. خلاص تحسيش. انا فعلا اشتغلت في هيئه النقل العام. اشتغلتي ايه؟ اشتغلتي ايه؟ طب هقول لك اشتغلي صديقه ولا كمساليه؟ لا لا لا، كنت بقبض الكمساليه، ما كانش عندي دوم. فكنت بقول لهم انا مؤمنه ان الموظفه تبقى بزي واحد، لغايه ما جيت ماشيه في يوم اتقطعت الجزمه. فربطت رجلي فوق الجزمه بالشاش شهرين، وعملت ان انا متعوره وبعرج عشان ما عنديش جزمه تانيه. انا اي ورقه صفرة تخوفني. حكومي الظرف بتاعهم ده بخاف منه قوي قوي. ويكتبوا لي كده ايه استدعاء الساعه 7 الصبح. رحت فين الساعه 7 الصبح؟ رجاء الجداوي تقول: أنا أعرف شيء واحد في الحياة، هو عدم الوقوف في وجه العواصف عند هبوبها. إيه رأيك في المانشيت؟ أنا أما بلاقي موقف صعب أوي مش عارفة أتصرف فيه. ما أحبش بقى أجادل وناقش يعني أنا بقى أنا دايما أقول إيه، لو نطقت بالكلمة أنا مسؤول عنها طبعا، وإذا ما نطقتش يبقى أنا في السلام. زي المثل الشعبي اللي هو ان قلت ما خفت وان خفت ما اقولش. فاذا لقيت موقف انا مش قادره عليه اتجنبه. اخش اوضتي اقفل على نفسي لغايه ما الامور تهدى. مش وممكن اعتذر قوي على فكره، بحب قوي الاعتذار. بحب قوي ان اقول لك انا اسفه. انا كنت غلطانه. ممكن قوي بعد موقف ونقاش وزعله تاني يوم تلاقيني بقول لك صفاء انا اسفه قوي. ودي من الحاجات يمكن اللي جوزي دايما يقول لي انا بحبها فيكي انك بتعرفي تعتذري. الحياه شطرنج عند رجاء الجداوي. طيب نقدر نسال بقى مين يكون الملك عند رجاء الجداوي؟ الملك في حياتي دلوقتي حسن مختار الحقيقه، يعني هو الراجل الجميل اللي اداني اجمل حاجتين في حياتي. اداني اميره بنتي ربنا يخليها. وبالتبعية أميرة ادتني روضة. اداني استقرار ذهني. ما غيرش أبدا من نجوميتي. ما منعنيش من عملي أبدا. إنسان صادق قوي قوي ورياضي. عارفة
يمكن عشان هو رياضي ونجم مشهور أصلا. والله مش كل يعني للأسف مش كل الرياضيين ولا كل الفنانين ولا كل ولكن هو الراجل ده ما فيهوش شوائب من جوه يعني راجل جميل كده الحمد لله. فيمكن أما بيبقى البيت مستقر مشوارك في الحياة بيبقى أسهل كتير سهل طبعا. ده لما يبقى في راجل عكنانة أو راجل بيغير منك أو راجل بيغير من نجاحك بالعكس هو لأنه أما جوزته كان نجم كبير هو كمان فالمسألة ما كانش. فحسن مختار بالنسبة لي راجلي وسند في حياتي. ربنا يخليكم لبعض. طب مين بقى وزيره؟ ما احنا الشطرنج بقى. أميرة الوزير. أميرة دي حبيبتي ونور عيني وقلبي والوقت كمان الناقد اللازع اللي بخاف منه اللي معنى أصلي عندك لسه العسكري وعندك الحصان اللي هنطلق بيك الفرس بتاعك جاي هتقولي لي العسكري مين اللي بيحميها والطابية مين لا الطابية مسؤولة الدفاع والله طب مين العسكري الطابية ده الحصن اللي انت بيه لا ما انا عايز اقولك مين العسكري اللي بيحمي العسكري اللي بيحميني ربي ربي هو اللي ما بيحميني انا مش ونعم بالله وبعدين العسكري اللي بيحميني ده جوايا انا بقى اللي بيحميني انا ضميري صحيح انا ضميري الحمد لله ربي صاحي الحمد لله طب ومين الحصان اللي بينطلق بيكي الفن وال شغلي ده حصاني شغلي ده اللي بيجتاز بيا كل حاجه شغلي اللي بينسيني بعض الاحيان لحظات أنا مش حباها بنسى فيه كل حاجة بالرغم أن أنا مش نجمة بطلة لا إزاي أنت بطلة ولك شغل كتير أنا شوفي أنا ممثلة كويسة ده حلوة في حتتي أستاذ محمود مرسي كان دايما يرفض كلمة نجم كان يقول أنا ممثل كويس أنا ممثلة كويسة حطيني في أي حتة هسد لكن حب الناس اللي في الشارع ليا بيقول لي انت نجمه قوي يعني يبقى واحد ماشي ساعة عربيته مهموم واول ما يشوفني صباح الخير يا مدام رجاء اقول الله ده انا نسيت الراجل ده همه دقيقتين يا طبعا فانا سعيده بده صحيح فده الحسام بتاعي هو فني وشغلي اللي بتمنى يفضل على طول إن شاء الله. على طول كده لغاية آخر لحظة إن شاء الله بإذن الله بعد عمر وطبيعتي بيتي الطبيعة بقى بيتي حصني حصني اللي أنا فيه أم أميرة أنا فيه نجات علي حسن الجداوي أم أميرة مدام حسن مختار بتحبي حد يقول لك أم أميرة حسن بيقول لك أم أميرة يا سلام أم أميرة تبقى أم أميرة حلو وروضة قولي أنونة النونتي روضة قد ايه دلوقتي 5 سنين ما شاء الله استجنن بتعلميها بقى حاجات من حركاتك بقى واللغة هي مش مستنية هي ألماني زي أمها ولكن بتتكلم معايا ساعات إنجليزي أنا يعني ايه فوريفر لا فوريفر يعني الأبد طيب أنا بحبك فوريفر بقى يا روحي جميلة جميلة ربنا يخليك ويخليك يا رب طيب هل يعني نقدر نقول إنك عشتي طفولة سعيدة وهل الطفولة دي أثرت على سلوكك على حياتك طفولة سعيدة بمعنى السعادة إنك تبقي في حضن أم إنك تبقي في حضن أب إنك تبقي في وسط جزء من عيلة لا ولكن إن طفولة سعيدة كان عندي كل احتياجاتي كل شيء لازمني كان موجود كل حاجات مادية موجودة ولكن الحضن هو اللي ما كانش موجود فيمكن الداخلية 11 سنة ربت فيا نوع من في الداخلية فيه جرس 4 دقات أربع دقات يعني فيه زيارة فكنت أجري عشان أشوف الزيارة أفتكر إن ليا فبلاقيش حد جالي فأقعد أعيط فالداخلية كنت أنا عايشة جواها أنا والكتاب ويمكن ده اللي خدمني قوي في حياتي إن أنا من صغري بقرأ كتير قوي كتير اتعلمت الاعتماد على نفسي قوي في الداخلية يعني كنت ما بحبش ألمع جزمتي مش بحب الورنيش
كنت بدفع تعريفه لزميلتي عشان تمسح لي الجسم، انما بقيه الاشياء هي ما بتحب شوربه البسله فكانت اشربها لها تدفع لي تعريفه. لسه فاكره اسمها؟ علي رشدي. زمانها شايفانا كانت من بني سويف. من بني سويف كملت الدكتور علي رشدي فدول اتربوا معايا ورجاء جادو وسينا جادو وسامي عسكر بنت الفنانة القديرة زوزو حمدي الحكيم وميمي صدقي بنت الفنانة القديرة زينب صدقي. فكنا مجموعة جميلة كده. وبيتصلوا بيك لغاية دلوقتي؟ وبتشوفوا بعض؟ عايز أقول لك حاجة، أنا عايشة مع الماضي. يا سلام، بحبه. بتحبيه؟ بحبه، مديكي راحة ومديكي أمان. في يوم من الأيام قلت نفسي أروح إسماعيلية أشوف بيت اللي كانت فيه أمي. رحت وركبت خنطور من المحطة ورحت وأنا متصورة بأن هشوف بيتنا وأشوف جيران أمي ما لقيتش ولا حاجة. البيت اتهد وناس ماتوا. عيطت. لأنك ساعات تبقي نفسك تعيشي لحظة بتاعت زمان. طبعًا. بيت بابا والناس يعني. في مانشيت اخ بيقول تسلم ابي 108 برقيه عزاء في وفاته. كان يوم غريب قوي. شوفي والدتي كانت ست عظيمه جدا، طول لغايه ما ماتت كانت تقول ابوكو سالوا عليه. ابوكو هتيجي يوم هتحتاجوه، ابوكو دايما خليكوا على صله بيه. برغم انها كانت منفصله عنه، مطلقه. فكنا بنشوفه فترات، ولكن عمري ما قلته يا بابا. وعمري ما. هل في سبب الانفصال كان واضح يعني، ولا ما كنتوش تعرفوا ايه الاسباب؟ يقال ان لما خالتي تحية اشتغلت راقصة بالنسبة لهم كانت شيء كارثي. بالنسبة لإسماعيلية احنا اقاليم طبعا، فاعتبروا دي شيء فطلق أمي بينا إحنا الخمسة. كان فاروق أخوي عنده سنة وأنا كان عندي 3 سنين. بس قرار قاسي جدا. خالتي اعتبرت نفسها إلى حد كبير مسؤولة عن اللي حصل، فتكفلت هي بينا إحنا اتنين. يا روحي عليها. فالمهم فكان دايما تقول لنا اسألوا على أبوكوا، اسألوا على أبوكوا، ما تقطعوش أبوكوا أبدا. أبوكوا هي. ففي يوم كلموني وانا على المسرح كسيد الشغال، قالوا لي الحاج علي الجداوي تعيش انت. حاولت اعيط ما عرفتش اعيط. ما عرفتش اعيط. ليه؟ العشره بتبني حاجات كتير قوي، والبعد بيقتل حاجات كتير قوي. كان بالك قد ايه ما شفتيهوش؟ بشوفه لكن كان بقالي قد ايه ما قلتش يا بابا، هو ده المهم. طبعا انت ممكن تشوفي ناس كتير ولكن انك تحسي الحنان ده. فقالوا لي، فرحت الابله جمال الله يرحمها، قلت لها ابوكي مات، وقلت الابله سميره ابوكي مات، وفاروق ومحمد يلا يا جماعه. رحنا خدنا عربيتي وطلعنا على اسماعيليه. الابله جمال ابتدت تعيط، قلت ما تعيطيش من دلوقتي يعني، اما اول ما نروح هناك هيصوتوا وكده هنعيط، فما تعيطيش من دلوقتي. فالمهم وصلنا، كان يوم يوم الاثنين. وكان تاني يوم المسرح الاجازه. فقلت لها، رحنا الفجر بعد المسرح وصلنا، الناس نازلين من العماره، صباح الخير ازيكم، محدش قال لنا الباقيه في حياتكم ولا حاجه، بس استعرمنا قوي. فطلعنا خبطنا على البيت، ولد ابويا فتحت الباب. اهلا وسهلا، لابسين اسود. ابويا كان كبر في السن وكان يعني مات. فانا بصيت كده لقيته الاوضه اللي ورا مرات ابويا على طول، لقيته نايم في السرير بس مش مفروض. انا كل تفكيري ان بيموتوا بيتفردوا. طبعا. قلت انا هو ما اتفردش يعني، كل تفكيري انه ما اتفردش. صوري. فقالت خير يا ولاد في ايه؟
حسيت ان ما فيش حاجه بقى. قلت لا ابدا، احنا كنا بنعزي بورسعيد وقلنا نعدي على حضرتك هنا ونشوف بابا وكده. قعد اهلا وسهلا، ازيكم يا اولاد مش عارفه ايه. قعدنا احنا قاعدين طبعا في البيت عندي ساميه، اصل ابو الست مات، ابو الست مات، طلق غرفات. احنا قاعدين بنفطر معاهم 108 طلق غرف. يا نهار ابيض، قال لي ايه الحكايه؟ قلت له بص بقى، هو في حد كلمني ما اعرفش مين وقال ان حضرتك بعد الشر عليك توفي. بيبشروا عليا، قلت له بعد الشر عليك. طب والنبي لو مت يا اولاد ادفنوني جنب الحاجه. قلت له لا الحاجه انت طلعت عينها بقى خلاص، الحاجه مالكش دعوه بيها اخره يعني. احد يا صفاء قال لي انت مش عندك اجازه؟ قلت له قال اقعدوا اتغدوا. طيب اتغدينا وجاب اخواتي التانيين قعدنا مع بعض. عندك اخوات تانيين منه؟ عندي كم بقى؟ عندي خمسة ما شاء الله. بتشوفيهم؟ حسن طبعا، صالح وحسن وفوزية وامال وعفاف اتجوزت اخيرا دي. بيقول لي كلهم يا ابل رجاء. والله علاقتك حلوة بيهم؟ علاقتي حلوة بيهم وهم حنينين قوي كمان. طب الحمد لله. قعد قال تعالوا يا اولاد اقعدوا. قعدنا كلنا مع بعض وانا عذبت امك وانا وسامحوني وعملوني اليوم ده بالتحديد. واتغدينا وقال حمايل شويه وراح ميت وانتوا موجودين. فانت شفتي انت عملت ازاي؟ الاحساس انا حسيت ان انا فقدت اب هايل وان ربنا كرمه في اخر لحظه عشان يقول سامحوني يا اولاد وعشان يجمعنا كلنا وعشان. فبقول لك هو اكيد كان انسان كويس جدا. أكيد. جدا 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 اكيد. وحاجه ثانيه لغايه النهارده والله يا صفاء ما اعرف مين اللي كلمني في التليفون. سبحان الله. فالمساله جت شفتي ترتيب الهي برضو بتاع ربنا لو عملت سيناريو كده علشان تتم المصالحه دي قبل ما هو يموت، وعشان هو شخص كويس ربنا حب ان هو في اخر لحظه يحصل الخطا ده حتى لو لغايه دلوقتي انت مش عارفه مين. والله ما اعرف. سبحان الله. والله ما اعرف. فهي يعني بس كانت لحظه صفا فظيعه جدا طبعا. منه هو ان ربنا شرح له صدره خالص وصفى كل اللي على قلبه. طب لو اتكلمنا على داخليه قعدت فيها نقول كم سنه؟ 11 سنه فرانسيسكان. وداخليه وسنه في سود بزنسون في السكاكين كمان. طيب وكل ده بقى واحكام عسكريه بتبقى في الداخليه، ناموا ساعه كذا وتقوموا ساعه كذا والحاجات طبعا اللي احنا اتعودتي بيبقى جزء من حياتي. اتعودتي. ايه اللي اتعلمتيه من الداخليه؟ الانضباط. الانضباط. انضباط، نظافه. شوفي انا لو رجعت 4 الصبح فستاني يتعلق، شرابي يتغسل، ازمتي تتحط بره الاوضه ما اقدرش. اما انام بالليل بنام على جنب واحد زي الغلابه. الداخليه كانوا ينيمونا فانام لغايه ثاني يوم لدرجه ان ودني بتبقى وجعاني. منضبطه جدا جدا. مواعيدك هايله جدا بصراحه ونحن نشهد بذلك يعني. القرايه عندي شيء فظيع يعني. ما زلت لغايه دلوقتي تلاقي وقت تحاولي تقري؟ بحب اقرا. بتحبي؟ يمكن ساعات ما الاقيش وقت. جوزي بقى قارئ رهيب رهيب. فساعات يحببني في كتاب يعني يقرا كتاب يقول لي رجاء اقري الكتاب ده لانه حلو قوي قوي. فحسن انسان كويس او اميره بتحب تقرا قوي كمان. بس انت عندك مكتبه كبيره انجليزي فرنساوي عندي مكتبه وعندي انسيكلوبيديات كتيره قوي، عندي موسوعات كتيره قوي. واشترينا من مزاد كنا كتب عن الحرب العالميه الثانيه. لا عندنا كتب، عندنا مكتبه دينيه حلوه قوي قوي. لان الحاج حسن دي ركنه كده في الصالون. كرسي وسبحه الالف. يا سلام. جميل. تلاقي دي لحظات الصفا اللي بيقعدها هي دي مع السبحه ومع القراءات او القران. امبارح بيقول لي رجاء يا ريت تعملي زي، قلت له حصل ايه؟ قال لي انا عملت 300,000 صمديه. ما شاء الله ربنا يديله الصحه. قلت له
قلت له ازاي يا حسن؟ قلت له يا حسن ما انا بنزل الشغل. قال لي وين رجاء؟ قلت له انت ماشيه قولي قولي. يا سلام عليه، ده شخصية رائعة جميل. يعني احنا بنكتشف جانب فيه. اه والله جميل الراجل حسن ده. يعني الكشف فيه حتة حلوة قوي قوي. من قعدة معاه بقى 38 سنة الحمد لله يا رب. ما شاء الله الحمد لله. طيب هل أنت شخصية قدرية تؤمني بالقدر؟ أنا كل حياتي صدفة. كل حياتي أنا مؤمنة جدا بالقدر. مهما عملتي ومهما سعيتي الخطوط العريضة اللي في حياتك مكتوبة مكتوبة. تروحي لها عن طريق شبرا، تروحي لها عن طريق القناطر، لكن هتوصل اللي هي يعني يوم ميلادك شهادتك هتتجوزي مين هتعملي ايه هتخلفي مين طبعا هموت امتى كويس دول مكتومين. هوصل لهم ازاي بقى؟ واحد يروح عن طريق ماسبيرو، يروح شبرا، واحد تاني يقول لك لا اروح من اغا خان، واحد يقول لك لكن في النهايه رايح شبرا. فأنا مؤمنة بأن السعي لكن السعي ده بياخد طرق مختلف. واحد ماشي في طريق ممهد، واحد ماشي في مطبات وبيتعب قوي قوي، واحد ماشي بصاروخ، واحد راكب طائرة خاصة. فالمسائل مطروق، ولكن الهدف في النهاية واحد هو هو. فأنا قدرية جدا مؤمنة بالقدر، وكل حياتي بالصدفة. عرض الأزياء بالصدفة، التمثيل بالصدفة، جوازي من حسن مختار بالصدفة. احنا نعرف انه اربعة ايام اربعة ايام وتم الزواج. اربعة ايام ازاي اتعرفتوا ازاي؟ كانت خالتي تحية الله يرحمها رايحة تعمل روبابيكيا في السودان. ايوه مسرحية روبابيكيا، هي والله يرحمها الاستاذ فايز حلاوة والاستاذ محمود المليجي ونبيلة عبيد. فانا بشكر نبيلة لان نبيلة اعتذرت قبلها بيومين. فقالوا لي تعالي معانا اعملي الدور. كويس. ما انا كنت بقى ممثله احتياطي قاعده على الدكه اي حد يغيب العب دور. فرحت معاهم لقينا المتعهد هرب كمان. وقلنا بقى نكمل احنا لحسابنا، فروحنا بلد اسمها واد مدني. فروحنا لقينا اوتيل كده غريب قوي، ولقيت ناس كتير قوي لابسين شباشب كاوتش وشورتات كده وفانيلات. مين دول؟ انا دول الفريق القومي بتاع الكوره بتاع مصر. انا لا اعرف الكوره ولا اعرف بتوع الكوره ولا اعرف الناس دي كلهم بيجروا وراها ليه، ولا الراجل اللي واقف في الخشبه ده مش عايز يدخلها ليه. يعني مش عمري ما كنت مش عايز يدخل الكوره ليه خالص. ف طيب الكوره اهلا وسهلا، جم سلموا على الناس كلها وعليا بالتبعيه. ف الا واحد قعد بعيد كده بص لي ومعبرنيش. ايه ده بقى؟ هو ده بقى هو ده بقى لقيته قاعد بيقرا في كتاب كده. تاني يوم سلم عليا قال لي على فكره النهارده شكلك عدل قوي، امبارح كنت عامله زي الاراجوز. قلت له يا فندم؟ قال لي اصل امبارح كنت حاطه بوهيه كتير قوي في وشك. بس شكلك طبيعي كده احلى. قلت له انت لطيف كده دايما ولا دي صدفه يعني؟ قال لي انت بتشتغلي ايه؟ قلت له بعرض ازياء. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني بلبس فستان وامشي كده. قال لي ودي شغلانه؟ ايوه. قلت له انت وانت بتشتغل ايه؟ قال لي انا جول كيبر. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا بصد. قلت له يا اسم الله هي دي الشغلانه قوي يعني. غتتنا على بعض من اول لحظه. ويومين وكانوا رايحين يلعبوا ماتش، كتبت لهم ايات قرانيه وقلت لهم الزقوها على ايدكم بالبلاستر عشان نزلوا بيعملوا سحر ومش عارفه ايه. ولعب الماتش وفجاه لقيته وقع وجات نقله. قلت يا حرام ده مات. طرح انه طلع انه لا. ورحت الخرطوم بعدها بيوم لقيته بيكلمني ازيكم وحشتونا مش عارفه ايه، بيكلمني بصفه الجامعه وانتوا كمان والله. طيب قال لي انتوا مسافرين امتى؟ قلت له احنا مسافرين بكره. ركبت الطياره انا قاعده فيرست، لقيت واحد في الايكونومي عمال يقول بس 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 بس. لقيته هو. قلت له تعالى. قاعد جنبي. قال لي تتجوزيني على طول كده؟ قلت له بتهزر. انا كنت قبل كده اتخطبت لسبعه ومشوا يعني. لا احنا لسه جايين للمنطقه دي. ينزل
يشتروا السجاير بسبب السجاير يروح. لا مش انا كنت بقوله افيه اقول ينزلوا يشتروا السجاير ما يرجعوش وما يرجعوش. فيعني فقالت تجوزين؟ قلت له لا. انت بتاخد مرتب قد ايه؟ قال لي 55 جنيه. قلت له ما تنفعش. قال لي ما ينفعش يعني؟ قلت له لا انا عندي مسؤوليات كتير وبتاع. انا عايز اتجوز راجل غني قوي وعجوز قوي ويموت بسرعه وورثه كمان. ده انت عامله خطه وصريحه جدا يعني. قلت له بس انا هتجوزك. قلت له لا صعب. المهم انت مخطوبه؟ قلت له ما اتخطبت وكلهم يعني مشوا. قلت له طب انت لابس دبله ليه؟ قال لي انا بنت كنت بحبها في نادي الزمالك. قلت له طب كويس. نزلنا المطار. قال لي رحت اشتري طقم بايركس لامي. كان ايامها موضه قوي طقم البايركس. فلقيته واقف جنبي بيقول لي انا عندي واحد هيبقى عندنا 2 في البيت. قلت له مصمم؟ قلت يا اخي انا مصمم قوي بقى. انا مصمم خالص طبعا. بس روحت البيت تاني يوم كلمني ازيكم عاملين ايه مش عارفه ايه انا عايز اقابل الوالد. قلت له لا الوالد صعب. عايز تقابل الوالده وعايز ايه؟ قال لي هتجوزك. قلت له بص امي عيانه ومش حمل ان حد تاني من الخطاب يهرب. يعني كمان قلت له انك بتتخضب. ايوه وبيهرب والله بيمشوا هم حرين. قلت له يعني بص امي عيانه جدا ومش حمل بقى ان حد تاني يهرب. طب ايه السبب ان هم كانوا بيهربوا اساسا؟ الام بقى تقول يا اخواني ممثله انت عارفه بقى طبعا ايامها بقى اتكلمنا في السبعينات كان المسائل كانت برضه طبعا دي ممثله بتعرض ازياء يا اخويا دي بتعرض جدتها يعني برضه المسائل ما كانتش سهله يا صفاء طبعا بس فقلت له بقى ايه ان قلت له امي مش حامل ان حد يهرب تاني فعيانه جدا كانت وبتاع انا ما اعرفش ان امي بتعشق هذا الرجل يا تعرف هي كوره هي كانت ترقد 6 اشهر اول ما الدكتور قال لها قومي تروح ماتش تروح تتفرج على الماتش. شوفي النصيب تحب الاسماعيلي قوي قوي وكانت تحب قوي عايزانا اتجوز يعني صباح الخير يا ماما مش هتتجوزي يا اختي؟ اقول لها ان شاء الله يا ماما اجي بالليل مساء الخير يا ماما يا اختي ما حدش قال لك عايز يتجوزك. يا بنتي اما بروح اسماعيليه بياكلوا وشي عايزاك تتجوزي يا اخوات. اقول لها معلش يا ماما راح فرح اشمعنى هي انت اللي تروحي الفرح يا انت يا اختي لا كان نفسي هم اللي يجوا فرحك انت. اقول لها معلش يا ماما. بعدها بجمعه اقول لها عارفه صاحبتي اللي اتجوزت طلقت معها ورقه كل حاجه فيها ميزه. فالمساله كانت وصلت لمرحله ان ما ينفعش لازم اتجوز. فقال لي قبلك؟ قلت له طب تقابلني فين؟ تقابلنا عند سينما رمسيس. كان اول مره في حياتي واخر مره في حياتي اخد ميعاد من راجل قدام سينما. سنه ممثله وعرض مصر الاولى واقفه عند سينما رمسيس شارع الجلاء عند ناحيه الاهرام من ورا واقفه على الرصيف مستنياه وظبطت نفسي رايحه بدري وظبطت نفسي بلبس ملابس رياضيه عشان اعجبه. عارفه ساعات ما تظبطي نفسك بتعملي حاجات مش انت. ايه اللي انا بعمله ده؟ فرحت شوف العريس. جاء قال انا تعالى اتمشى شويه. قلت له راكب جنبي. نروح فين؟ رحنا استراحه الهرم اللي فوق دي بتاعت الملك اللي فوق كده نقعد. كانت طفله لطيفه كده. انت رجاء الجدع ما قلناش حاجه احنا بقى. هي فضلت تقول قلت له لازم امشي لان امي لازم تاخد الدواء بتاعها. نزلنا قال لي بصي تعالى نشتري الدبل. هما الدبل بكام؟ قلت له لا لغايه دلوقتي كانوا هما اللي بيشتروهم. انا ما اعرفش هما بكام. انا كان معايا 12 جنيه وهو 18 جنيه. فرحنا اشترينا الدبلتين. الدبله بتاعتي دي اللي ما غيرهاش الزمن. هي لسه عاد؟ عمري ما قلحتها. طب قولي لنا بقى قولي للجمهور مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها حسن محتار. لانه شريف نسي النقطه. وسبناها فهو محتار فعلا ولسه محتار. فدي دبلتي اللي عمري ما بقلعها من ايدي ابدا حتى صباعي رفيع هنا. واشترينا الدبل ورحنا لامي. قالت له يا حبيبي ده انت بقى الراجل اللي مش عارفه ايه الراجل المطاط بتاع الكوره. طلع انها مغرمه بيه.
طلع بياخد 55 جنيه بس، يعني ده مش اللي انت بتحرمي بيه ليه؟ قالت لي ابدا مش عايزه منه حاجه. يا ماما حبيته كده. يا ماما يا كان ساعات طفش العرسان يعني، اما تلاقي خلاص واحد جاي فعلا يتجوز تحس انها تاخد منها، تروح حاطه له بقى عراقيل. انما ده لا، ده معنى قالت مالكيش دعوه، قلبها انشرح له كده. اتجوزنا يوم الخطوبة قال لي ما فيش خطوبة، كاتب كتاب على طول. واتجوزنا بعدها بالظبط. كل اللقاء والجواز والدخلة كله على بعضه 12 يوم، أسرع زيجة في التاريخ. يا خبر. وكرم ربنا إنه يطلع إنسان هايل ما شاء الله، ما يبقاش اكتشاف، ما يبقاش شوك يعني. طبعا ممكن يبقى شوك فظيع يعني. طبعا. وما لبستيش فستان زفاف ليه؟ قول لنا بقى. انا لبست فستان زفاف وحطيت صوره في صالون فستان زفاف احتياطي. احتياطي. قلت لماما قاعدين صورت لك بفستان زفاف اهو، ولو قالوا لك يا رجاء اتجوزت مين؟ قول لها واحد ظابط ومات في اليمن كمان. عشان يعني يبقى في صوره زفاف. خطر السيناريو. وفي صوره تانية كانت في بريق عينيك. كنت انا والاستاذ نور شريف واقف جنبي وانا بالزفاف، فمسحت نور. شلتي صورة نور وحطيتي صورة حسن. عملتي مونتاج. بس حسن الحقيقة يوم فرح أميرة حبيت أعيشه اللحظة. حبيته للزف. عملتي زفة يوبا؟ عملت زفة كبيرة جدا جدا. أهو دي الصورة اللي في دي الصورة اللي في الصالون. أيوه. هو الزف مع أميرة. كان نفسي جوزي يحس باللي ما حسوش. طب ايه السبب انه ما عملتيش زفه؟ كانت امي عيانه قوي جدا. ويوم كاتب كتاب جينا ننقلها من على كرسي الويل تشير على السرير، وقعت راحت المستشفى قالت لي ما يدخلش البيت. قلت لها ليه؟ قالت لي هو جوزك مكتوب كتاب بس ما يدخلش البيت. قلت لها ماما، قالت لي لا يا تتجوزوا على طول. فاتجوزنا على طول، عشان قالت لي انا ما فيش حد في البيت وده ما يدخلش مكتوب كتابك ومراته. لكن انا مش عايزه كده. قلت لها طب خلاص هنتجوز. فاتجوزنا من غير فرح. حملت في تاني شهر. قبل ما نقول الحمل، انت لبستي في الفرح بلوزه وجيب خدتيهم من عند مين؟ من حبيبتي سهير البابلي. سهير البابلي فضحتني. قابلتني قالت لي فين البلوزه بتاعتي؟ قلت لها لسه فاكراها. ايه اللي خلاكي ما يعني عارضة الأزياء ما كانش عندها بلوزة وجيب؟ عارضة الأزياء دي عاملة زي الصراف الخزنة اللي بيصرف الملايين للناس وبعض الأحيان يبقى محتاج 10 جنيه. ساعات تنفسي عن كل رغباتك في العرض. في العرض لبست كل حاجة حلوة. طب قولي لي، رجاء الجداوي متجوزة رياضي، هل أنت رياضية؟ كنت بس الرياضة الوحيدة اللي بمارسها النوم. بنام اول ما الاقي فرصة بنام. طب انت بتحضري ماتشاته؟ حضرت ماتش واحد؟ كان يعني مع... كل الجماهير تحضر ماتشاته كلها؟ لا، انا كنت ادخل المطبخ وما بيلعب ماتش مع افضل اطبخ واسمع اقول هو في ايه؟ يقولوا لي صد جول. طب الحمد لله. يعني وبعدين كان بيجيني عنده ارتجاج في المخ. يا ربي نسيني. يعني يقعد ساعتين مش مجمع لان بيترمي. فمره اتخانقت معاه، فالمدرب بتاعه الانجليزي قال لي ازاي بتتخانقي معاه؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي ده مجنون، انت بتتخانقي مع واحد مجنون. قلت له مجنون ازاي؟ قال لي في راجل عاقل يترمي على الارض وكل الرجلين دي جايه عليه. يعني صحيح. فيعني لا، الماتش الوحيد اللي حضرته كان مع كابتن علي قنديل الله يرحمه. الله يرحمه. قلت له هو نهو فيهم كانوا زمان بيلبسوا اسود كويس، شورت اسود وفانيلا اسود. فعلى حد لابس اسود الناحيه دي وواحد لابس اسود الناحيه دي. قلت له هو نهو فيهم؟ قال لي اللي هو اللي على اليمين. ففضلت 90 دقيقة اسقف للي على اليمين. قال لي خلاص هو راح الناحية التانية. قلت له راح يعمل ايه؟ قال لي ما هو الماتش نصه كده ونصه كده. فأنا ماليش في الكورة خالص. يمكن شجعي جنب واحد اللي موجود بس أنا مالي لابس شورت أسود الناحية دي. يمكن
هو بيتكلم في عرض الازياء وانا بقيت بتكلم في الكوره دلوقتي عشان نلاقي موضوعات تجمعنا مختلفه وتجمعنا في نفس الوقت. يعني انت اتجوزتي جواز نمطي وبعد كده تحول لحب ولا من اول ثانيه كان حب؟ لا انا عجبت بحسن، عجبت بحسن عشان كده كنت هجميه تخبطي فيه كتير يعني في لا أول. عجبت بيه، عجبت بيه في يمكن عشان تجهني، يمكن عشان حاجه، يمكن كنت عارفه ما تبقي انت صفاء ابو السعود وبعدين قبلك واحد ولا يبص لك ولا بتاع هتقولي يا سلام مين ده فاهمه فيلفت نظرك فيمكن ده اللي عملي اول حاجه. لكن حسن كويس ان السر ده انت بتقوليه على الشاشه دلوقتي زمان وسامعك وعارف لا هو عارف والله هو حسن اكتشفته بشويش اكتشفته بشويش وبيتنا في احترام الحمد لله. الاحترام اطول من الحب بيدوم اكتر من الحب الحب الرغبه بتقل بيفضل الموده والرحمه اللي ربنا قال عليها اللي ربنا قال عليها طبعا الموده والرحمه دول استمراريه اساسهم الاحترام فبتبقي تحترمي جوزك ويحترمك البيت بيفضل حلو قوي طبعا مفيش كلام. طب اتعودنا او بنسمع دايما انه الزواج لما بيكون بطول المده بعد كام سنه كده بيحصل ملل زوجي بعد ما بيمر عدد من السنين بيحصل فتور زوجي كده ايه رايك الحكايه دي صحيح وهل مريتي بيها ولا لا؟ ما اعتقدش ان في حد ما مرش بالفتور ده بس ده بيقع مسؤوليته على الاثنين يعني انك لازم تجددي واي شيء في الحياه بيحتاج ايه يعني عايز النار تولع لازم تحطي حبه خشب وحبه حاجات كده فمطلوب منك انك انت تجددي من نفسك انك انت تجددي حبك للراجل اللي جنبك هو كمان. بس احنا عندنا كان ميزه ان حسن سفره كان كتير قوي وانا سفري كان كتير قوي فيمكن كنا دايما مشتاقين لبعض يعني ما كانش فطور بمعنى الفطور كنا دايما على سفر طب السفر ده ما كانش عامل مشاكل انه المواعيد ده مسافر ده مسافر ده مش فاضي ده مش فاضي انا رجعته من قطر قعد هناك مده طويله جدا 10 سنين تقريبا 11 11 سنة كمان 11 سنة وكلمته قلت له انت راجع انت كان كل سنة يقول لي السنة دي آخر سنة قال لي السنة دي وآخر سنة قلت له على فكرة أنا جيت النهاردة أستدعي صورتك في ذهني ما لقيتكش يا خبر أبيض كلمة قال كبيرة قال لي يعني إيه؟ قلت له هو كده قال لي على فكرة ربيت شنب قلت له أنت كنت من غير شنب انت يعني اتخض كم شهر ولقيته في مصر اصل يعني البعد ده كان ممكن يعمل فجوه كبيره جدا جدا لما حسن رجع بعدها يعني كنا لما اروح اميره وانا نروح قطر يفرح بينا اول يومين بعدين يقول حجز لكم امتى بقى يعني عارفه اخذ على انه يبقى لوحده اخذ على انه حياته بيحط الحاجه دي هنا محدش بيشيل حاجات كده انا كمان ابتديت اصحى وقت ما انا عايزه انام وقت ما انا عايزه اخرج اجي ولكن انا دايما كان جوايا حسن موجود العسكري جوايا انه موجود ابو اميره وجوزي وبتاع ولكن كنت عايزه احلى سنين عمري من 35 ل 45 كنت عايزه جوزي جنبي قلت له تعالى بقى فرجع فلا انا عايزه اقول ان اللي كنا قلناه من شويه ان اللي بيفضل ايه الموده والرحمه والاحترام مش عايزه الراجل اللي جنبك ده لا يعيا ولا يجوع ولا يحتاج ولا يتحوج لمخلوق طبعا فده مهم قوي وهو نفس الحكايه بتبقي خايفه عليه وخايفه عليك حب من نوع تاني اقوى كتير قوي قوي يمكن ما فيهوش الرغبه المتأججة اللي كنا الأول ما يمسك إيدك يبقى كابل كهرباء مثلا مش عارف لكن ابتدى يبقى فيه شيء تاني خالص شيء جميل قوي قوي بيربطك أكتر بالراجل اللي جنبك ده فده اللي موجود. طب روشيتا سريعة كده للمشاهدين
تقولي لهم يعني؟ لا روشتة ان واقع على عاتقك انت كزوجة وعلى عاتقه هو كزوج ان هم يهتموا بانهم يشعلوا النار دي، يخلوها ولعة. ازاي؟ مش يخلوها ولعة، بالاهتمام بكلمة حلوة بهدية حلوة. عشان كده الستات بيحبوا الهدايا قوي وانا بحب الهدايا بحب الورد. كان زمان قوي قوي في الخمسينات كانوا بيبيعوا على الترماي حزمة ورد بثلاث تعريفة. كان الراجل هو مروح يروح بحزمة ورد حزمة صغننة كده لمراته. الراجل انه يعني انت ممكن يبقى عندك كل حاجة ولكن دخلت الراجل عليكي حاجة في ايده قوي بحاجة في ايده. انا ممكن بالتليفون اجيب كل الفاكهة وكل حاجة تعالى هات لي كذا وكذا، ولكن ساعات الاقي حسن راجع وشاري هو الفاكهة. بحب قوي الحكايه دي طبعا، وبحبك قوي يا حسن لما تكون جايب حاجات للبيت كده. ففي حاجات لمسات من الراجل. يعني انا دايما متعوده وانا خارجه وانا داخله حسن بيبوسني على خدي او انا ببوسه على خده. ايوه دي عاده. ايوه وقلت الاميره وجوزها دايما بوسوا بعض في الداخله وفي الخارج. مهم قوي التلامس ده والاحساس ببعضنا. حلو قوي. انا ما بحبش اوضتين النوم. بحب السرير الواحد. بحب الاحساس بالامان ده. يعني ده مهم قوي قوي. ففي حاجات صغيره جميله، يفتكر عيد ميلادك، تفتكر عيد ميلاده، يفتكر عيد جوازكو، ياخدك مره بالرغم من مشاغله في سهره لوحدك انت وهو، انت بنفسك تعالي قولي تعالى في يوم نخرج نقعد في حته كده، يعني اتجملي له. لكن ما تعتبروش مضمون. اوعى تعتبري جوزك شيء مضمون، واوعى تعتبري مراتك شيء مضمون. ما فيش حاجه مضمونه في الحياه ابدا. الضمان والاستمراريه بالجوده. ايوه يعني الجهاز طول ما هو في الضمان جيد، لانك كل العناصر بتاعته لسه سليمه، فانت حافظي على ان كل العلاقه تبقى سليمه. يفضل على طول في الضمان، غير كده مفيش حاجه مضمونه. طب مين اللي يبدا بقى، الست ولا الراجل؟ مش مهم. مش مهم. مش مهم. مش مهم. بس اوعى تكسري مقاديف جوزك. ازاي؟ يعني ساعات الراجل يبقى ويلنج انه يعمل لك حاجه. يا اخويا ورد يوه جبت حاجه تانية. جاب بلوزه صور عندي واحده زيها بس بقالي مره على مره مش هيجيب لك. ونفس الحكايه بالنسبه لك. التقدير للراجل مهم قوي، والتقدير للمراه ودورها مهم قوي قوي. يعني لو جاء وقال وقالت له انا تعبانه النهارده، كنت تعبانه قوي، انت بتعملي ايه؟ وما تقولي عليا انا ايه، انا بشتغل. لا هي بتشتغل وانت بتشتغل. قدرها وحس بيها، هي هتقدرك وتحس بيك. التقدير ده المتبادل بيخلي عمر الحياه اطول واجمل في البيت. مدام رجاء، يعني انت دلوقتي حما، هل انت حما تقليديه؟ لا. ايه الفرق بينك وبين الحماوات اللي بنسمع عنها؟ انا ام. لا انا ام قوي. انا قلت لمحمد يوم اتجوز اميره قلت له طول ما هشوف بنتي مبتسمه احبك. يوم ما هلاقي دمعه في عينيها مش هعرف هعمل معاك ايه. وقلت له اتقي ربنا ببنتي. ما عنديش غيرها. وانا عايشه في الدنيا عشانها. فاتقي ربنا فيها. ده اللي انا عايزاه. محمد انسان كويس قوي. انسان متفاهم وانسان مهذب ومن الناس قوي. وبيحب بنتي وبنتي بتحبه. ما قدرتش اسيبهم في بيتهم. جبتهم معايا. معاكي. البنت لوحدها ما قدرتش. البنت لوحدها. ومحمد الحمد لله يعني انا بعتبره ابني برضه. طب ايه كان مشاعرك يوم جواز اميره بقى محمد؟ مخبوطه بحديده على راسي. حديده ضخمه جدا، حد خبطني واقفه تايهه. وعامله كده ام العروس. وحاجه تانية ايه بقى؟ بس مكسوفه اقولها. لا لازم تقولي. كنت انا عامله ميزانيه الفرح. وقلنا العدد كذا والشخص الواحد كذا والبتاع كذا وكذا وكذا. وقلت بقى انا وحسن قعدنا حسبناها. كنا بقى شطبنا الفلوس وقلنا هنهزم
قال لي أعزم بتوع الكورة. قلت له حسن كتير قوي والفنانين. قلت له طب أنت جزء وأنا جزء ومحمد جزء. المهم وصلنا ل 450 شخص. الشخص 170 جنيه. كويس. فرحت دفعت الفلوس قلت عشان إيه أضمن إن أنا شيك. وفضل معايا 15,000 جنيه. شنطتي وقفة بسلم على الناس والشنطه معايا لان فيهم بقى شيشات بعد كده والحاجات. طبعا وروح سعيده جدا بعد كده. بصيت لقيت ناس انا مش عازماهم داخلين 170 170 بقيت واقفه انا شايفه ارقام. عارفه كنت مرعوبه كنت مرعوبه وخايفة للرقم يتضخم بقى وتضخم يعني حاسة انه تضخم خلاص. ولكن كنت سعيدة بالناس اللي حواليا ولكن عمال قلت طب هعمل ايه طب ازاي طب هدفع كل ده ازاي طب هعمل ايه. رحت بعد الفرح لعلي عاشور في الاوتيل اللي كنت عاملة فيه الفرح. قلت له عليا كام؟ قال لي ولا حاجة. قلت له ازاي؟ قال لي رجاء هانم تخرك علينا هي معروض الازياء وبتاع. قلت له بس انا دخلي عدد كبير قوي. قال لي انت تأمري. سبحان الله. بس يعني شوفي ده ستر ربنا. طب قولي لي بقى ليه اميره ما اشتغلتش في الازياء ولا طلعت رياضيه او ممثله كمان فنانه ممثله؟ اميره بنتي ملهاش في عرض أزياء خالص. عرضت وهي طفلة وبس عرضت مرة كده يعني. أميرة متربية في مدرسة ألماني. إنسانة عملية جدا جدا. مخها كويس قوي واقعية قوي قوي. محترمة. تحجبت من كام سنة دلوقتي ما شاء الله. تحجبت حجينا كنا حجينا ورجعنا بالحج. كان حسن وانا واميره وجوزها وحفيدتي ومودي. فاكره مودي كانت مودي وكنا مجموعه كبيره قوي حجينا. فرجعنا اميره قالت مش قادره لا الحجاب. حبت خلاص وفضلت محجبه سبحان الله لوحدها كده. لان اميره كمان كان ليها حاجه حلوه قوي فحبت كانت ممتنه قوي قوي لربنا فعايزه تقول له انا ممتنه ليك. كان الخلفه اتاخرت حوالي 3 سنين. فقلت لها اطلعي اعملي عمره خدي عمره انت وجوزك. فقالت لي طبعا واقول يا رب اديني حفيد لامي. طبعا قلت لها يا ستي قولي اي حاجه بس يعني. فرحت ودخلت الروضه الشريفه. قالت يا رب لو مش كاتب لي اني اخلف نزل في قلبي الرضا يا سلام واجعل لي في الكبر حد يحن عليا. تقول لي ما عرفش انا قلت كده ليه بس قلت كده. ولو كرمتني وجبت بنت هسميها روضه. الله. فرجعت من هناك بعد شهرين. كانت حامل. سبحان الله. فقالت لي انا مش عارفه اشكره ازاي. فاميره حكايه. لا نكتفي بقى بهذا القدر. وتحيه كاريوكا فن سياسة استعراض حياة شخصية كل ده هنشوفه في الأسبوع القادم إن شاء الله. فكونوا معنا.